العمل الفردي يولد مع الفرد ويموت مع الفرد، يموت بموت الفرد. أنتوا إذا رحتوا في منطقة وجمعتم كل الخيوط بأيديكم، فكرة القائد الأوحد التي نعيش فيها، أنظمتنا التي عشناها كل تدور حول فرد واحد ومحور واحد، كل الخيوط بيدكم، كل شيء يجب أن يكون عبركم. هذا يرضي الذات، يرضي الأنانية، يرضي الكبرياء. واحد يعجبه أن يكون أنانيا، كل شيء بيده، لا يحدث هنالك عمل إلا بمشورته، ما من صغيرة ولا كبيرة إلا تكون بمشورته ونظره. بعد كم يوم يتمرض، كل العمل يتعطل. بعد كم يوم يطلع من تلك المنطقة، يتعطل العمل. بعد كم يوم يموت، يموت معه العمل. ويأتي هنالك فرد آخر ويبدأ من حيث بدأ الآخر. علماء الحضارة يقولون إذا كل واحد كان يبدأ من حيث بدأ الآخرون لكنا نعيش في عهد الكهوف الأولى كما يدعون. هاي الحضارة اللي نعيش فيها مبنية على عنصر التراكم، لأن كل واحد بدأ من حيث انتهى الآخرون، مو من حيث بدأ الآخرون. إحنا طبيعتنا في العمل كل واحد يأتي ويبدأ من حيث بدأ الآخرون، لأن الأول جمع الخطوط في يديه، اختزن التجارب لنفسه. الثاني أيضا يجي بدون تجربة، يبدأ أيضا من نقطة البداية.